التنصيص على اسم رمضان وضريبة شكر النعمة. الحمد لله أننا في بلد من الله عليه بالأمن، ونسأل الله أن يثبت فينا هذه النعمة، فاحمد الله على نعمة الأمن. وإذا أردت أن تعرف قيمة الأمن فانظر إلى جوارك من البلدان الأخرى، انظر إلى حالة التشرد والقتل والاغتصاب وشلالات الدماء، انظر بقلبك وعينك إلى ما يجري في كثير من الأقاليم حيث البلاء قد اشتد والخطب قد طمى والكرب قد تضاعف، ونحن والحمد لله في نعمة. فاشكر الله على هذه النعمة من ناحية، وعلم أبناءك شكر هذه النعمة. إذا جلست على مائدة الإفطار أن لهم أطفالا في سنهم وإخوة لهم في الإسلام يجوعون يموتون من الجوع، علمهم، علم زوجك، علم أبنائك، علم زوجك أن أختها قد فقدت أطفالها وزوجها، علمهم أن يتفاعلوا مع غيرهم بالمشاعر ورقة القلب، فإن ذلك مما يعينك على شكر النعمة، نعمة الأمن. ولا تكتفي في شكر النعمة الأمن أن تقول الحمد لله الله يديم الأمن، هذا لا يكفي، لابد أن تنظر إلى غيرك ممن حرم هذه النعمة حتى تعرف نعمة الله عليك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم تعرفوا نعمة الله عليكم.